نصيب وكذا المنشأ في هذه المرة. يقول الحكم السيد نصيب رضوان وبطاقة صفراء وضربة جزاء للاتحاد ولمصلحة قاسمي الذي انطلق بقوة وحاول المرور. وسنشاهد بالعرض البطيء ماذا حصل بالضبط. فرحة أنصار الاتحاد بهذا القرار، قرار ضربة جزاء لاتحاد الجزائر. قاسمي انطلق وبالعيد متأخر وبعد ذلك ماذا حدث؟ الدفع، ولكن أعتقد أن الدفع كان خارج، أعتقد أن الدفع سنشاهد من هذه الزاوية يكون الأمر أحسن. الدفع كان خارج منطقة 18 متر وليس داخل منطقة 18 متر. حقيقة جمال الدفع كان خارج المنطقة. هاي الصورة، أنا نظن على حسب رأيي الحاكم الغلطة الأولى عاود. هناك ضربة جزاء، الكرة في العلامة، من هو الذي سينفذ؟ من هو الذي سيتخذ القرار تنفيذ؟ طبعا المدرب يكون قد عين من ينفذ. قاسمي امام الكره، الكرات الثابته معروف صاحبها. المدرب هو اللي يحضر اللاعب، هو اللي يختار وهو يحدد وهو يعين وهو يحضر الكره.